أنصار التيار الصدري يطوقون مول البشير في النجف التابع لجواد الكرعاوي القيادي الصدري المنشق والمتهم بالفساد من قبل الصدر، الأمر الذي دفع بحماية المول وحماية الكرعاوي إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتل 4 منهم دون تدخل للقوات الحكومية الموجودة في مكان الحادث. لقطات توثق لحظة إطلاق النار على أنصار الصدر قرب مول البشير لنشاهدها معا. شلون كتلوا الوادي وكتلوه كتلوا الوادي هالسفله ذولا الآن نذهب وإياكم لنستمع إلى شاهد عيان وهو يستعرض شيئاً من تفاصيل ما جرى قرب مول البشير في النجف. طلعنا مظاهرة سلمية وطلعنا مقابل المول، جينا واقفين هنا ودور رمونا، استشهد عندنا واحد ودور طبينا لجوه، من طبينا رمونا من فوق ورمونا منا من هالجهة وثلاث دوريات اللون مالتهم أبيض هنا واقفات بالتقاطع ورمنا، واستشهدوا عندنا ثلاث شهداء صاروا موجودين هنا، وأخو بكثم لابس قميص وردي وطلع من مول نفس الساحة زين وطلع مسدسه وقام يرمي علينا. المتظاهرون بعد مقتل 4 منهم عادوا وأحرقوا مول البشير بالكامل رداً على إطلاق حماية المول النار على عدد منهم. زين هذا في ناس طلعت الناس